اليوم غادي نشوفوا ارعب لقطات اللي تصوروا قدام باب ديال الدار. ماشي جنون ولكن تفرجوا في الفيديو. Who is that? Get out of here. من بعد 12 ديال الليله دخونا جا لهاد الدار وشوفوا كيفاش كيحاول يخبي شي حاجه في يديه اليسرى وتال الحركات ديالو كيبان خونا ماشي طبيعي. ومن بعد خونا صون على الدار وشوفوا شنو غيبدا يقول ليه. كيبان في شكل فهمتي حتى الكلب مرتاح ليش. How can I help you? My name is James. شوف خونا شحال تعطل باش يقول سميتو. اصلا خونا باينه ما سميتوش جيمس، يعني هنا كيزيد يبين لك بان خونا ناوي على شي حاجه خايبه. صوصا بغا صوصا. سامي او بدل السميه فهمتي كي تيستي. جيمس. And who are you looking for? A friend of mine. ولاد صديقاش. No friend of yours lives here, buddy. And I got a Glock over here ready for you. So if you don't get the off my porch, I'm gonna unload it on your face. Get the off my porch. Okay. خونا من بعد مشى في حاله، ولكن تخيلوا معايا الخوت كون داك السيد مشى حل الباب، حيت داك خونا ما عرفش داك الشيء كان عنده في يديه اليسرى، الوغ كون كان عنده شي فردي ولا شي موسره غيضربوا به. هاد المراه الكبيره كتعيش بوحدها في الدار، وفي هاد الليله غيوقع على واحد البلان اللي خايب بزاف. كان عارف بلي هاد السيده ما كتسمعش مزيان وكبيره في العمر وعايشه بوحدها. وشوف الحقاره ديال هاد الشفار هذا، انتهز هاد الفرصه وقال غندخل نشفرها في الليل. انا هو داخل يشفر دابا وكيحاول ما يدير الصداع باش يدي داك الشيء ويمشي في حاله. ها انت والسيده ناسه ما حاسه بوالو، والغاشي عندها في الدار. او الدلي الصاك دابا مع شافها ما حساتش وما درت حتى شي رياكسيون، كان داي الصاك ويمشي في حاله. دابا ولا بغى يشفر حتى شي حوايج اخرين، نمشي زاد الطمع اكثر. انت كيطلع عليها زعما فهمتي، عارفه راه ما كتسمعش مزيان. ها هي زاويه اخرى من الكاميرا، خونا بغى يزيد يدخل لذاك البيت باش يزيد يسرق. صونا طلع الهرم، ختنا غتعيق به. خونا هرب في حالو وشوفت السيدة الشجاعة اللي فيها انه كبيرة في العمر، مشات دخلات هزات عصية وخرجت تدافع على راسها. المهم خونا تغير شدو البوليس في ساعات قلال حيت راه اصلا شوف وجوره باين في الكاميرا. هاد السيدة مورا 12 الليل كانت راجعة هي وولدها لدارها، دخلات هي وولدها الصغير تبعها وسد الباب وراها. ركزوا ليا على سد الباب وراها، حيت كون ما سدش الباب وراها كانت غتوقع واحد الكارثة اللي خايبة بزاف. وكيدخل الدري الصغير وسد الباب، جا هاد خونا هذا وبدا كيحاول يحل الباب بزاف ديال المرات، يعني كيبغي يتقاتل باش يدخل. عجب الله سد الباب. اخونا جاي وشوف شنو غيدير. غيبدا يحاول يحل الباب، يعني شنو باغي؟ شوف الشكل ديالو كيفاش كيشوف وكيفاش كيتحرك، يعني شي غدر باين، باين الغدر. انا كنت حسات بلي شي واحد بغى يحل عليهم الباب ومشات كطلب من الشرجم. Who is that? Get out of here! Get out of here! شو كيواقف كيشوف؟ باين الخوت خونا ما عنده ما يخسر. حتى واحد ما كان عارف خونا شنو كان باغي يدير، ولكن راه من الشوفات ديالو كان باين عوال على شي غدر خايب، والله اعلم. في اكتوبر 2022 هاد الثلاثه جايين هازين السلاح وباغين يدرموا على هاد الدار. خونا طلع صونا وبدا كيخبي الكاميرا بيديه. من بعد السيد اللي في الدار جاوبهم، ولكن خوتنا بقاو كيخبيو الكاميرا وساكتين. الو يعني باينين هادو كانوا حاطين على خونا العين وعارفينو بلي اليوم بالليل ما غيكونش في الدار. وملي صوناو على خونا وجاوبهم تصدموا وما صدقش ليهم البلان ومشاو في حالهم. واحد السيد بيت بوحدو في الدار فاق على شي صداع جاي من جهه الباب، شاف في الكاميرا تلقى هاد خونا جالس تيخربق عليه في الباب باغي يدخل. شي كيحاول يحل الباب وش كيفاش كيشوف في الكاميرا.
تصور اخوتي نتوما تفيقوا من الناس تلقى بنادم داير فحال هكا تيشوفك في الكاميرا ومن بعد مول الدار تيهز حديده وتيخرج عند خونا. خونا هرب عيام يقلب عليه السيد ما لقاهش وباقي لحد الان ما تعرفاتش الهويه ديال داك خونا اللي كان بغى يهجم عليه في دارو حيت كما كتشوفوا راه في الكاميرا راه ما كيبانش وجهه ما كيبانش حتى وجهه كيبان بحال داير شي ماسك بيض. بغيتو فيديوهات فحال هكا بزاف ما تنساوش ديروا فولو وكتبوا لي في كومونتير واللي كيسولني على الانستغرام ها هو الانستغرام فتلقاو علينا تلاو